نشأت في بيت ليبرالي جدا، أهلي جايين من الطبقة الأرستقراطية اللي كانت موجودة في مصر في هذه الفترة. جدي الكبير محمود باشا فهمي كان رئيس مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، ودي الهيئة الحاكمة كانت في مصر في عصر السلطان حسين. أهل أمي كلهم كانوا مستشارين في القضاء وكانوا لهم باع كبير في السياسة. جدي محمد باشا فهمي كان أحد مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين، وكان عضو في مجلس الشيوخ. أبويا درس علوم سياسية في باريس في الإيكول دي سيونس بوليتيك، أمي درست في الأداب في السوربون. كان عندنا هذا الانفتاح الغربي، فعشت في بيت كوسموبوليتن جدا، يعني في سياسة في فن. أبويا علمني إن البشر سواسية، وإن إحنا كلنا human beings، يعني إحنا كلنا الإنسانية أهم، ما هيش المركز. علمني إن قيمة الإنسان فيه هو مش في الشيء. إن أنا لما أركب عربية مش دي اللي هتديني قيمة، إن أنا يبقى معايا فلوس في البنك مش ده اللي بيديني قيمة، المادة مش القيمة، القيمة الحقيقية جوايا، يعني أنا اللي بدي قيمة للشيء. أنا بقرا كتير قوي، بحب أزور متاحف، بحب المتاحف جدا، الموسيقى، بروح الأوبرات، تعودت على كده بقى. لما بسافر بروح الأوبرا دايما، إلى جانب بقى السينما. السينما هواية كبيرة جدا، أنا لغاية دلوقتي هاوي سينما يعني. عملت أكتر من 100 فيلم، عملت أكتر من 10 مسرحيات، عملت أكتر من 30 مسلسل، وبعدين عينت سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة 10 سنين، وبعدين استقلت علشان لما إسرائيل هجمت على قنا في لبنان استقلت. عينت رئيس المهرجان القاهرة السينمائي الدولي 4 سنين، أنا بعديها استقلت تاني. وبعدين يا سيدي بقيت سفير للأولمبياد الخاص، بقالي دلوقتي 12 سنة و 14 سنة سفير الأولمبياد الخاص، سفير دولي جلوبال امباسدور يعني للسبيشال أولمبيكس. ورجعت تاني ماسك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد 20 سنة. أنا مثلا راجل، أنا بحس إن أنا راجل طيب، وعمري بحياتي ما أذيت حد ولا أحب أذي حد، وعشان كده ضميري مستريح. احب اعمل شخصيه واحد ضميره مش مستريح. احب اعمل واحد شخصيه، يعني انا عمري في حياتي مثلا ما مديت ايدي على فلوس حد، احب العب دور حرامي. استمتع بيها. انا حصلت على تكريم من الرئيس السابق انور السادات عن فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي، وده بعتبره أكبر تكريم حصلت عليه، لأنه بالنسبة لي كان انتصار مصر في حرب أكتوبر، وده كان مهم بالنسبة لي جدا، لأنه أنا في 5 يونيو 1967 كنت في أمريكا وتأثرت جدا بالهزيمة، لدرجة أن أنا يعني كنت بروح لدكتور نفساني عشان أتعالج. فعشان نوصل لده وأنا أصور فيلم 6 أكتوبر على خط برليف نفسه وعدي قناة السويس، كان بالنسبة لي شيء مهم. التكريم هاي لما الرئيس السادات أداني التكريم على دوري في فيلم الرصاصة الزل في جيبي كان بالنسبة لي من أهم التكريمات اللي حصلت عليها في حياتي. أنا سعيد جدا بأن في أولا كاننا وإحنا طلبة في معهد السينما كان لنا زملاء من السعودية بيدرسوا سينما، فشوف ده من إمتى يعني. فأنا شايف إنها حركة وخطوة كانت مهمة جدا إنها تحصل، سعيد بيها جدا إن في سينمائيين، في سينمائيات أيضا سعوديات بيقدموا أفكارهم في الإخراج في غيره، لا انفتاح مبهر جدا الحقيقة، وأنا سعيد بيه قوي قوي يعني. طالما إن هناك يعني نية خالصة في إن يبقى في صناعة سينما سعودية هيجي، يعني كل حاجة بتاخد وقتها. ده تجربة متميزة جدا وأنا متوقع عليها الاستمرار، ولازم دايما كان في بداية، يعني احنا كان عندنا مهرجان الجونة مبتدى برضو من 5 سنين، ف
فمهرجان البحر الأحمر هيستمر وهيتواجد، بيجيبوا أفلام جيدة جدا. أنا أعرف كل البروجرامرز اللي موجودين اللي بيجيبوا الأفلام، يعني طبعا رئيس المهرجان محمد التركي عامل مجهود ممتاز، السيدة جمانة بتمنى لها التوفيق في هذه المرحلة اللي جاية، إن شاء الله تعمل حاجة كويسة. المجموعة كلها متميزة، أنا أعرفهم كلهم يعني أصدقاء ليا، وأنا بتمنى أن يبقى في دايما تعاون ما بيننا وما بين مهرجان البحر الأحمر، وكان في اتفاق أن احنا إن شاء الله نعمل بروتوكولات بيننا وبينهم، وأنا هتواجد إن شاء الله في مهرجان البحر الأحمر، لأن يهمني جدا أن أنا أبقى متواجد، ويهمني جدا استمرار هذه العلاقة. لا يعني كثير، لأن ده الفيلم بتاعي بقى يعني. أنا سعدت جدا بيه طبعا، وسعدت جدا بأن في ترميم الفيلم الاختيار برضو. الفيلم الاختيار ده أنا شاركت في كتابته مع يوسف شاهين، فالفيلمين لهم في الحقيقة لهم بالنسبة لي يعني مش قادر أقول لك قد إيه، ولو إني ما بعيش في الماضي، لكن لهم ذكريات جميلة جدا بيني وبينهم. كل فيلم في حد ذاته ليه ارتباط بيه، فعايز اقول ان انا طبعا بشكر جدا جدا اداره المهرجان انها فكرت في الفيلمين دول بالذات، الفيلمين اللي لهم ارتباط بيا، وان شاء الله هيتعرض اثناء مهرجان البحر الاحمر، وانا هحضر العرض بتاع الفيلم ان شاء الله، وهيبقى فيه ندوه كويسه جدا، وهلتقي بكل اصدقائي من اداره مهرجان البحر الاحمر وانا هناك ان شاء الله. انا بالنسبه لي العمر هو ليه بدايه وليه نهاية، ما بين البداية والنهاية هو ده العمر، ما فيش أبدا حاجة بتقول كبر وصغر وأصلنا عندي كذا سنة أصلنا النهاردة بإلا، السنين دي إحنا اللي حطناها علشان إحنا نحدد وجودنا على الأرض. فأنا بشوف إن اللحظة الحقيقية هي اللحظة اللي أنا عايشها دلوقتي، دي اللحظة الحقيقية في حياتي، أنا ما عنديش حاجة تانية في حياتي غير دلوقتي، اللي جاي مش عارفه واللي فات راح. أعتقد أن أهم إنجاز عملته في حياتي هم أولادي. أنا عندي ابني كبير محمود، عندي بنتي نائلة، وعندي بنت صغيرة منة الله، وده أكبر إنجاز حققته في حياتي، لأن أولادي الحب بيننا حب كبير جدا، بحبهم قوي، بيحبوني جدا، بيقلقوا عليا، بقلق عليهم. الحياة دي حياة جميلة جدا، وبعتبر ان دي اكبر انجاز. بقول لهم دايما بص لقدام، ما تبصش ورا خالص، ما تبصش يمين ولا شمال، ما تقارنش نفسك بحد، انت لك كيانك، انت لك شخصيتك، كونها، اهتم بيها، نميها، حاول تعرف امكانياتك ايه عشان تكترها وتنميها. اذا كان في حاجات في شخصيتك انت شاعر انها عامله لك هانديكاب او ابتعد عنها، غيرها، حاول تغيرها، حاول تركنها على جنب. دي كلها نصايح بقولها لهم على مدى حياتهم. انا بنصح الشاب اللي بيبتدي حياته، والحقيقه دي نفس الجمله اللي قالها بيلا تار في المؤتمر بتاعه في أول يوم في المهرجان، يعني بعد افتتاح المهرجان تاني يوم، قال نفس الكلام اللي أنا بقوله، ما تبصش لحد يمين ولا شمال، بص لنفسك، كون لنفسك شخصيتك، أؤمن، أؤمن يعني خليك مؤمن بنفسك، مؤمن بأفكارك، اسمع، أنا بسمع، وكون رأيك أنت في النهاية ومشي رأيك. ده النصيحة اللي ممكن أقولها لأي فنان جاي جديد، كون لنفسك شخصيتك المستقلة، ما تحاولش تقلد حد. النقطة التانية بقى اللي أقولها نصيحة أهم بقى، ما تقلدش نفسك. بص، بينجح الزواج لو الزوج والزوجة اعتبروا إن هذا الزواج هو صداقة، هو الحب اللي كانوا فيه، وإذا استمرت كده هيستمر الزواج. إذا دخلنا في صراع مين كلمته تمشي على مين، مين أهم من مين في البيت، ده بينهي العلاقة. النقطة الثانية هي الثقة المتبادلة ما بين الزوجين بتنجح الزواج.
فقدان الثقة بينهي العلاقة الزوجية. لو أي حد من الطرفين شك في الطرف الآخر، شك في العلاقة، شك في مدى حبه، شك في المصداقية، الشك ده بينهي العلاقة. ما فيش داعي بقى قاعد عايز مع حد شكك فيه يعني بحاول يعني بحاول. أنا بشوف أبويا كان أنيق جدا، أمي كانت ست أنيقة جدا، شفتهم في كل الأحوال، علمونا أن كل مكان له طريقة لبس. لما تروح في مكان معين ده اللبس اللي يخصه، تروح مكان تاني ده اللبس اللي يخصه، تروح البحر له لبس، تروح في الصيف له لبس، في الشتاء. أنا شفت أبويا وأمي كده، فأنا بعتبر أن المكان بيطفي طريقة اللبس، وعشان كده أنا بهتم بلبسي. اللبس ما متعودش كمان على البهدلة يعني، بصراحة ما بحبش اللبس المبهدل. دلوقتي بشوف حاجات بقى البنطلون ساقط و يعني حاجات باينة وحاجات مش باينة، وكاسكتة ملبوسة بالمقلوب، جزمة مقطعة، البنطلون مقطع. مرأة كل حاجة. أصل أنا المرأة في حياتي كانت أمي، وانا شفت امي دي سيدة مجتمع، بمعنى سيدة المجتمع، مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه او بالمعنى اللي شفناه في الافلام، في بعض الافلام يعني. لا، سيدة مجتمع، كانت سيدة اهتمت بينا باولادها، اهتمت ببيتها، اهتمت بزوجها، وفي نفس الوقت كانت مؤسسة لجمعيات خيرية. اسست مؤسسة لجمعية الهلال الاحمر، احد مؤسسي جمعيه مشاوير الحرب. مشاوير الحرب دي ابتدت بعد 48، بعد حرب 48، وكانت ضابط في الجيش المصري. هي وخالتي لهم رتب ويلبسوا لبس الضباط. بعد حرب 48 بترف الجوارب بتاعه العساكر بايدها، اهتمت بينا، علمتنا كويس ازاي نمشي، ازاي نتكلم، ازاي نقعد، ازاي نحترم المراه. فدي المراه اللي انا اعرفها، وعشان كده حبيتها، ودي اللي بدور عليها دلوقتي.